عقدت اليوم الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بتونس ندوة صحفية حول تداعيات الفصل 51 من القانون المالية على اختصاص العدل المنفذ وحقوق المتقاضين. وأكد عميد الهيئة كريم بن عربية في تصريح صحفي أن الفصل 51 تضمن تعديا صارخا على اختصاص العدل المنفذ واعتداء واضحا على حقوق المتقاضين. ويذكر أن الفصل 51 من قانون المالية ينص على اقتراح تأهيل أعوان الديوانة وعدول الخزينة بالاستدعاء والتبليغ. تحية كل السيدات والسادة الإعلاميين، تحية للزميلات والزملاء، شكرا لكم على الحضور والتفاعل معنا في هذه الندوة الصحفية تلبية للدعوة اللي موضوعها تداعيات قانون المالية لسنة 2023 وخاصة الفصل 51 منه على اختصاصات العدل المنفذ وحقوق المتقاضين. ونذكر بإيجاز بأن الهيئة الوطنية والعدول المنفذين قد تفاعلوا وتابعوا قانون المالية من اللي كان مشروع، وأبدوا رأيهم في بيان صادر في 7 ديسمبر 2022، وانتقدوا مضمون المشروع اللي تصرر وشاركت فيه الوزارة بعض الهيئات المهنية وبعض المختصين، ولم يقع تشريك الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بالرغم من تضمنه لمجموعة من الأحكام ذات العلاقة المباشرة بمهنة العدل المنفذ. كما طالبوا بسن نظام جبائي عادل مبسط ونجع، وطالب كذلك بتفعيل دور العدل المنفذ باعتباره مجمع للضريبة أي كولكتور دامبو، تفعيل دوره وحتى يكون متمتعا بحوافز مالية، إضافة إلى مطالبة العدول المنفذين بدورهم في استخلاص الديون الجبائية. وقبل صدور قانون المالية أو ممكن حتى قبل ما يقع تسريب مشروع القانون، الهيئة الوطنية راسلت بتاريخ 14 نوفمبر 2022 وزارة المالية وقدمت جملة من المقترحات حتى يقع معناها لعقد جلسة عمل ومعناها جلسة عمل والاتفاق بخصوص استخلاص الديون الجبائية المثقلة. وبعد ذلك صدر البيان، وكما تعرفوا مضمون صدر سامحوني قانون مالي، كما تعرفوا اللي مضمون قانون المالية ضمن مجموعة من الأحكام، هذه الأحكام اللي الناس كل تعرف تقريبا مضمونه هو قانون جبائي بامتياز يفتقد لرؤية تنموية، واللي المسألة الهامة والخطيرة تتمثل في الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 13 إلى 19%، إضافة لأحكام الفصل 51 اللي يخول لأعوان وموظفي وزارة الإدارة العامة للديوانة من الاستيلاء بمهام التبليغ والاستدعاءات. أسمحوا لي نعطي رأي الهيئة الوطنية فيما يتعلق بالترفيع في الأداء على القيمة المضافة. الترفيع في الأداء على القيمة المضافة تقريب جميع المهن الحرة تشكت من هذه المسألة واعتبرت اللي هو معناها عمل يعرقل النفاذ للعدالة، ونعرف احنا العدل المنفذ هو معناها مجمع للضريبة، هو معناها الاستخلاص لمعاليم الأداء على القيمة المضافة، يأخذها من المواطن، يأخذها من المتقاضي ثم يقدمها للدولة، والمتقاضي سواء كان معناها
سواء سبق هذه المبالغ أو لم يسبقها، فأن العبد المنفذ مطالب باش يدفع هذه المبالغ، وهو في ذلك مستخلص للضريبة ومستخلص لأداءات الدولة. ولهنا تقريبا مسألة ثقة أو مسألة رغبة المواطن في اللجوء للعدل المنفذ ولا رغبته في التقاضي تقلصت بنسبة كبيرة برشا، وأصبح معناها المواطن لا يرغب في اللجوء للعدل المنفذ ولا يرغب في التقاضي ويتراجع على حقه. وتقريبا كما المهن الأخرى هنالك ما يسمى بالسوق الموازية، أو كما الناس كل تعرف في كل المهن، احنا توا زادة كمهنة العدول المنفذين تعاني من السوق الموازية، تعاني من شركات استخلاص الديون الغير المنظمة واللي معناها تنافس العدول المنفذين، واللي بصراحة الهيئة الوطنية كانت تتطلع بالأساس معناها للتصدي لهذه الشركات، ولكن للأسف معناها تقريبا مسألة عقلت أو معناها التنقيص من الحق في النفاذ العدالة تراجعت بنسبة كبيرة. كما معناها ذكرنا احنا في البيان اللي هو اصدر على اثر الجلسة العامة الاستثنائية والطارئة اللي عقدها المجلس الوطني، عبر المجلس الوطني عن موقفه بخصوص هذه المسائل، صرح اللي معناها يرفض قانون المالية اللي يوظف معناها جملة من الأداءات والجبائية المشرفة واللي هو معناها تغيب في الرؤية التنموية، اللي أعبر كذلك على رفضه لأحكام الفصل 51 من القانون المالية. الفصل 51 للأمانة هو فصل غريب، فصل جاء ببدعة وهو سابقة، واللي يمكن أعوان الديوانة من القيام بأعمال التبليغ والاستدعاءات ضد الخصم، وهذا اعتداء واضح وصريح على اختصاص العبد المنفذ. فمنذ صدور القانون المنظم للمهنة، الهيئة الوطنية للعدول المنفذين وكذلك العدول المنفذين بذلوا كل الجهود والمساعي لتفعيل القانون لتوسيع الاختصاص حتى يتمكن العدل المنفذ من التبليغ في المدى الجزائية. نعرف اللي التبليغ في المدى الجزائية له جدوى وفاعليته على المنظومة القضائية، لأنه يضمن مبدأ المواجهة، يضمن المحاكمة العادلة، ونتجنب صدور الأحكام الغيابية. كذلك اللي من المقترحات اللي قدمتها الهيئة الوطنية لوزارة المالية هو استخلاص الديون الجبائية للدولة. كنا نطلع لتوسيع الاختصاص، كنا معناها نشوفوا اللي معناها العدل المنفذ بموجب القانون الأساسي المنظم للمهنة نتاعو بإمكانه باش يقوم بالاستخلاص الرضائي، بإمكانه معناها يقوم بالوساطة والصلح والتحكيم، مما معناها كنا نطلع إلى تفعيل القانون المنظم للمهنة، غير أن هذا الفصل أي الفصل 51 بكل معناها صراحة الناس كل تعرف معناها مس من مبدأ أساسي، مس من حق، واعتدى على صلاحيات العدل المنفذ، واعتدى على اختصاص العدل المنفذ باعتباره هو اللي معناها يطلع بصورة أصلية بمهام التبليغ والتنفيذ. هو كما قلنا اعتداء على حق المتقاضي في الوصول لحقه، وهنا وقت اللي المتقاضي معناها ثقته في الوصول للحق معناها تتراجع، نجم نحكيه على تدهور مرفق العدالة، وهذا مخالف لمنهج وزارة العدل. وزارة العدل في برامجها عندها مخطط استراتيجي قطاعي اللي يقوم على التقليص من الزمن القضائي، اللي يقوم على حسن تنظيم الدعوة، واللي يقوم على ضمان تنفيذ الأحكام. الأحكام نعرف اللي هي تصدر باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية، ولا بد أن يقع تنفيذها بواسطة العدل المنفذ، لأن الحق الذي لا تحميه الدعوة هو حق لم يولد، أو إن ولد فهو يولد ميت.
كما تم تأكيد خلال هذه الندوة على تمسك عدول التنفيذ بحقهم الأصلي في القيام بجميع أعمال التبليغ لدى جميع أصناف المحاكم. هذا وللإشارة فإن عدول التنفيذ علقوا تسجيل محاضر عدول المنفذين منذ 18 من جانفي الجاري، ويتواصل هذا التعليق إلى غاية 26 من هذا الشهر احتجاجاً على الفصل 51 من قانون المالية. إذن حسب القرارات الهيئة الوطنية هي صادرة في بيانات ومواقف هي صادرة في بيانات. القرار اللي احنا قاعدين توا نطبقوا فيه وهو رمزي، ماهوش لا مضر لا بالعدل المنفذ ولا بالمتقاضي ولا بإدارة وزارة المالية، اللي هو تعليق أجل معنا تعليق إجراءات تسجيل المحاضر من 18 ل 26 جانفي. والقرار الثاني اللي هو المجلس الوطني يبقى منعقد لاتخاذ ما هو مناسب و بالطبيعة الأصل اللي باب الحوار هو مفتوح، وأحنا مستعدين للتفاوض والحوار مع السيدة وزيرة المالية، وإن شاء الله تجي من دافوس وتجيب لنا أخبار معناها باهية، وإحنا مستعدين للتفاوض وجود معناها حلول. الإشكاليات هي حددتها معناها الهيئة الوطنية في البيانات، اللي عدم تشريك الهيئة الوطنية في إصدار مجموعة من الأحكام والقرارات ذات علاقة بمهنة العدل المنفذ، الترفيع في الأداء على القيمة المضافة باعتبارنا احنا مهنة حرة إلى 19%، وهذا عنده أثر سلبي على رغبة المواطن في التقاضي، والفصل 51 اللي هو من يعتبر اعتداء صارخ وصريح على ومرفوض من العدول المنفذين، اعتداء على اختصاص العدل المنفذ، وفيه مساس بمبدأ المواجهة بالخصوم، وفيه كذلك المساس بمبدأ ضمان المحاكمة العادلة اللي هو كما ذكرت قبليك معنى مضمون بالدستور، ومساس بمبدأ التناسب المنصوص عليه بالفصل 55. وبالعكس احنا كما كنت نحكي عنا تطلع للتحاور ووجود حلول، قلنا اللي احنا معناها مانيش مش يتسكر الموضوع، مانيش مش نكونوا مكتوفي الأيدي، مانيش مش ناخذوا توا قرار ونقولوا باش نعملوا إضراب أو وقفة احتجاجية أو غيرها من أعمال التصعيد. يمكن الوضع الاجتماعي والاقتصادي لا يتحمل ذلك، وأحنا ما هوش هذه الغاية متاعنا، ما نحبوش الموضوع يتسكر، موضوع مازال الملف هذا مازال محلول، والنضال الهياكل سيبقى مستمر، مش معناها مبدأ الحوار هو الأساس، معناها طلب لقاء مع السيدة رئيس الحكومة زاد حل من الحلول، و طلب لقاء مع السيد رئيس الجمهورية كذلك من أحد الحلول إن شاء الله، هذا من الحلول. أما معناها مسألة التصعيد أو غيره ديما تبقى معناها مرتبطة بقرار المجلس الوطني وبتطلعات العدول المنفذين، وإحنا نستجيب لقرارات معناها القواعد. أصبح مفروض على العدول المنفذين بعد صدور قانون المالية 2023 هو أنه في مرحلة أولى معناها حسب التسريبات الأولية حسينا اللي كونه قانون المالية فيه شوية معناها اغتصاب للاختصاص بتاع العدل المنفذ، إضافة إلى الترفيع في الأداء للقيمة المضافة، وبدون ما يتم تشريكنا اللي نحن نعتبره معناها طرف أساسي، خاصة معناها العدل المنفذ في إطار الأعمال متاعه هو معناها يقوم بضخ موارد هائلة لفايدة خزينة الدولة بصفة متواصلة على كامل مدار السنة وبصفة يومية. جميع المحاضر اللي ينجزها العدل المنفذ تخضع وجوبا إلى التسجيل، والتسجيل يكون نسبة فيه محترمة كبيرة، مرات تتجاوز حتى 60% من المبلغ متاع الأجرة المنصوص عليها صلب محضر العدل المنفذ. يعني العدل المنفذ باختصار عملية حسابية، وقت اللي في المعين الشهري متاعه وقت اللي هو يحقق مداخيل 1500 دينار أوتوماتيك يكون من بين المداخيل هذه راهو قدهم 2000 أو 2500 دينار توجه إلى خزينة الدولة كأداءات في الأعمال متاعه اللي ينجزها. يعني كل محضر الصفحة ب 30 دينار، تصور أنت بخلف الأداء على القيمة المضافة. هالترفيع في الأداء على القيمة المضافة هذه بطبيعة الحال باش يقلص العمل نتاع العدل المنفذ.
والمتقاضي ما عادش يلقى وقت اللي يكون المحضر مرتفع الأجر متاعه، وهذا باش يضر بالعدول المنفذين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، وقت اللي نتفاجئوا بالفصل 51 اللي تم وضعه في قانون المالية، واللي هو يعطي اختصاص الأصلي والحصري للعدل المنفذ في تبليغ الاستدعاءات لدى المحاكم وتنفيذ الأحكام القضائية، يأخذ الاختصاص هذايا ويمنحه بجرة قلم وبشرح أسباب فيه مغالطة وبعيد على الواقع، يعطيه الأعوان الديوانة. أعوان الديوانة أنا نعتبرهم شخصيا ما همش مؤهلين للقيام بالعملية هذه. أعوان الديوانة هم مخصصين في القيام بأعمال أخرى، يجعلهم يقوموا بأعمالهم. العملية نتاع التبليغ يتطلب إنسان محايد لو مع الطالب ولو مع المطلوب، اللي هي صفة تتوفر ومبدأ الحياة، هذا يعرف مبدأ الحياة توفر في العدل المنفذ، ما ينجمش توفر في عون الديوانة اللي هو باش يقوم بالاستدعاء لجلسة الديوانة هي الطالبة فيها. بطبيعة الحال هنا باش تكون العملية مهيش في مصلحة المواطن، وربما تؤدي إلى حصول عدة أخطاء أو إلى حصول عدة معناها مخاطر على المتقاضي في حد ذاته. طريقة الرفض متاعنا عبرنا عليها باجتماع المجلس الوطني بصفة استثنائية وطارئة في وقته المناسب، وتناقشنا وتداولنا، وفي الأخر خرجنا بقرارات قلنا نستعملوا أسلوب التدرج في الأساليب الاحتجاجية. أولا مشينا في تعليق التسجيل، خلي الجهة هذه اللي هي وزارة المالية اللي في شرح أسبابها غيبتنا واعتبرتنا مشنا موجودين، واعتبرت الإدارة العامة للديوانة كونه صعوبة في تعيين العدول المنفذين، اللي هم العدول المنفذين يومين داخلين خارجين على مقرات الأعوان الديوانة، وإحنا نتعاملوا مع الدولة ومعنا حتى امتناع وموجودين في جميع دوائر محاكم الاستئناف. العدول المنفذين موجودين، هما قال لك صعوبة في تعيين العدول المنفذين. ما نعرفش العدول المنفذين ممكن منتصبين في دولة أخرى مشنا في تونس، اللي هو المبدأ كونه الدولة تستعين بالعدل المنفذ في جميع أعمالها بما فيها التنفيذ متاع بطاقات الإلزام، بما فيها الاستدعاءات إلى غير ذلك. خطر العدل المنفذ هو الضامن للأمن القانوني. كنقول ضامن الأمن القانوني كي يبدو زوز متخاصمين يكون إنسان محايد ومكون ومتكون ومؤهل لهذه الخدمة، ما ينجمش يضرب حتى طرف من الأطراف، وتكون معناها المحاكمة في إطار عادل وإطار منطقي ولوجيك. من خلال الأسباب هذه احنا بدينا توا بمرحلة احتجاجية أولية مثلت في الامتناع عن التسجيل، والامتناع عن التسجيل نحن باش نخرجوا بعد نحاولوا باش نعرفوا ستاتستيك في إحصائياتنا الداخلية قداش نهار 27 اللي باش نعاودوا نواصلوا فيه تسجيل المحاضر متاعنا، باش نبينوا لوزارة المالية وللدولة التونسية ككل قداش يساهم العدل المنفذ في أسبوع باش يضخ لخزينة الدولة، ومش يكونوا ما يقلوش على 10,000 مليار. 10 مليارات باش يكونوا هذوما بحول الله نهار 27 في خزينة الدولة في تعطيل لمدة أسبوع فقط، فما بالك في كامل السنة. الأسبوع من مين باش انطلق؟ من نهار 18 تم تعليق تسجيل المحاضر، توا حاليا محاضرنا ما تتسجلش في القباضة، هذوكم الكل باش نجملوها من نهار 27 باش نستأنفوا التأجيل متاع المبالغ هذه وباش نضخها لخزينة الدولة، وباش تكون ما تقلش على 10 مليارات في ظرف أسبوع. هذا الدور تجهله الدولة وتحب تتجاهله وزارة المالية اللي هي تعرف وزارة المالية تستعمل في عدول الخزينة لتنفيذ بطاقات الإلزام بتاعها. لو أني استعملت العدول المنفذين الدولة راهي بخير، تو راهي مشي تعاني في الأزمة الخانقة اللي تعيشها هي الدولة. خطر عدول الخزينة هم عدول غير مؤهلين، نقول هنا غير مؤهلين وغير متكونين، وما يعرفوش جميع الإجراءات التنفيذية اللي منصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية، وما قراوش قانون كيفاش هذا باش يجيب لك معناها حقوق الخزينة، مين ينجمش يجيبها؟